السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مع يوم جديد من سورة التكاثر. هيا بنا نبدأ. كما تعودنا نبدأ بخطوات الدرس: الدعاء وعرض الهدف ومناقشة التهيئة. بعد ذلك علينا نستنتج المعنى الإجمالي للآيات من الآية رقم 5 للآية رقم 8، وعليك أن تذكر واجبك تجاه نعم الله سبحانه وتعالى، وأخيرا تذهب إلى ملف الأنشطة وتختار النشاط المناسب لك. أما عن دعاء اليوم، ندعو بهذا الدعاء: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هدفك اليوم أو مهمتك اليوم تستنتج المعنى الإجمالي للآيات من الآية رقم 5 الآية رقم 8. التهيئة: أي من هذه الصور تشغلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى؟ انظروا جيدا كي تستطيع تحديد الصور التي تشغلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. من أحكام التجويد أحكام لفظ الجلالة. هيا بنا نشاهد هذا الفيديو ونتعرف على أحكام لفظ الجلالة. أحكام لام لفظ الجلالة. هيا استمع للأمثلة الآتية ولاحظ طريقة نطق لام لفظ الجلالة. قال الله: لما قام عبد الله قالوا اللهم وإلى الله. ما الذي نلاحظه في الأمثلة السابقة؟ نلاحظ أن اللام في لفظ الجلالة جاءت مفخمة، ولكن استمع ولاحظ نطق اللام في الأمثلة الآتية: بالله، قل اللهم، في دين الله، وينجي الله. لعلك لاحظت أن لام لفظ الجلالة جاءت مرققة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الأصل في اللام أنها مرققة في كل أحوالها إلا في لفظ الجلالة فلها حكمان. الحكم الأول التفخيم، حيث تفخم لام لفظ الجلالة إذا تقدمها فتح، مثل قال الله، أو تقدمها ضم، مثل قوله تعالى: لما قام عبد الله. كما تفخم أيضا إذا تقدمها ساكن بعد ضم، مثل قالوا اللهم، أو تقدمها ساكن بعد فتح، مثل قوله تعالى: وإلى الله. أما الحكم الثاني فهو الترقيق، حيث ترقق لام لفظ الجلالة إذا تقدمها كسرة، مثل قوله تعالى: بالله، قل اللهم، في دين الله. كما ترقق إذا تقدمها ساكن بعد حرف مكسور، مثل قوله تعالى: وينجي الله، أو تقدمها تنوين، مثل قوله تعالى: قوما الله مهلكهم. التعريف: اللام الأصل فيها الترقيق، إلا أنها تفخم في لفظ الجلالة إذا تقدمها فتح أو ضم أو ساكن بعد ضم أو ساكن بعد فتح.
أحكام لفظ الجلالة، كلمة الله. التعريف: اللام الأصل فيها الترقيق، إلا أنها تفخم في لفظ الجلالة إذا تقدمها فتح أو ضم أو ساكن بعد ضم أو ساكن بعد فتح. عليكم أن تشاهدوا هذه الأمثلة وتفرقوا بين التفخيم والترقيق كما استمعتم في الفيديو السابق. الآن استمع للآيات وبعد إتقانك لها حاول بسم تلاوتها الله وسجلها وأرسلها إلى معلمك. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الآن قم بتلاوة الآيات وعند إتقانك لها سجلها بصوتك وأرسلها إلى معلمك. استمع الآن إلى شرح الآيات الكريمة. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. يتوعد الله هنا الكفار وعيدا شديدا ويقول لهم: إذا لم تعملوا الأعمال الصالحة وكانت سيئاتكم كثيرة جدا ولم تستغفروا وتتوبوا لله وتؤمنوا به ومتم وأنتم على طريق الكفر فسوف يعذبكم الله بالنار يوم القيامة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وسوف يسألكم الله تعالى: هل شكرتموه على كل النعم التي أنعمها عليكم في الدنيا من الصحة والأمن والرزق وغيرها؟ وبماذا قابلتم هذه النعم؟ إذن علينا أن نستعد ليوم القيامة يا أصدقائي بالأعمال الصالحة ونحاول دوما. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. يتوعد الله هنا الكفار وعيدا شديدا ويقول:
هيا بنا الآن نتعرف على شرح معاني الآيات الكريمة. الآية 5 و 6: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أي لو تعلمون الأمر التي أنتم سائرون إليه لشغلكم ذلك عن التفاخر بكثرة الأموال والأولاد، وسوف ترون نار جهنم يوم القيامة بأعينكم جزاء ما قدمتموه في الدنيا. كيف ننجي أنفسنا من نار جهنم؟ فكروا جيدا للإجابة على هذا السؤال. ما هي الأعمال التي تنجينا وتنجي أنفسنا من نار جهنم؟ ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي ثم لترون نار جهنم الرؤية الحقيقية بأعينكم، وسوف تسألون عن النعيم الذي ألهاكم عن طاعة الله والعمل ليوم القيامة. مع الحديث الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ماذا فهمت من الحديث الشريف؟ أن أقول دائما الحمد لله على نعمه، ولا أخفي نعم الله سبحانه وتعالى، ولا أكون بخيلا على نفسي ولا أسرتي ولا كل من حولي، فعلي أن أظهر نعمة الله سبحانه وتعالى علي. العصف الذهني، فكروا جيدا للإجابة على هذه الأسئلة. كيف نستعد ليوم القيامة؟ كيف نستعد ليوم القيامة؟ كيف أستغل نعم الله سبحانه وتعالى علي في طاعة الله؟ كيف أستغل نعم الله سبحانه وتعالى علي في طاعته؟ أفكر وأجيب. ماذا تعلمت من الآيات؟ اذكر بعض النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك. اذكر بعض النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك. قدم نقدا على هذا الكلام. انشغل فارس بالألعاب الجديدة التي أحضرها له والده، ولم يذهب للمسجد كما كان يذهب قبل ذلك. الموقف الثاني، كان لديك واجبات كثيرة وكنت منشغل في المذاكرة وسمعت صوت الأذان ولم تذهب. قدموا نقدا على هذه المواقف. ثلاثة، سأله زميله كيف الحال فقال له أنا لست بخير. أربعة، بائع يحلف كثيرا وهو كاذب ليشتري الناس بضاعته ويحصل على مال كثير. هذه المواقف الأربعة عليك أن تقدم نقدا على هذا الكلام. هل يعجبك هذه المواقف؟ نعم أم لا؟ ولماذا؟ التقييم الختامي، ضع نجمة في الدائرة عند الفريق الفائز. هل الفريق الأول فريق انشغل بأمور الدنيا والتمتع بها وغفل عن طاعة الله، أم الفريق الثاني استمتع بالطيبات في الدنيا ولم يغفل عن طاعة الله سبحانه وتعالى؟ وأخيرا، جاء وقت الأنشطة. اختر النشاط المناسب لك وقم بحله وأرسله إلى معلمك. شكرا لكم صف ثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.